نرحب بكم جميعا في دار الحكمة، المسجد الأقصى المبارك. الكثير من، لا نقول من الشباب أو من الفتيات، بل كثير من الصحفيين وأصحاب الأعمدة والسياسيين، بل وللأسف ورجال وعلماء الدين، يعرفون عن المسجد الأقصى القليل القليل. ولا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة الكرام، ولكن مع كلمة ترحيب من كل من الدكتور عبد المنعم الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، والأخ الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية، يرحبان بكم، فليتفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. إخواني وأخواتي، أساتذتي ومشايخي، حي الله جمعكم الكريم، وأحمد الله تبارك وتعالى أن استعملنا لهذا الخير. وباسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لجنة القدس وفلسطين التي ابتليت بمسؤوليتها من شيخنا العلامة الدكتور القرضاوي ومجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونحمد الله على هذا التعاون الذي بدأ قوياً فتياً مع اتحاد الأطباء العرب، لجنة القدس وفلسطين، وهذه هي الفاعلية الثانية في أيام قليلة من بدء هذا النشاط، وسيتواصل بإذن الله عز وجل. وأيضاً مع رابطة علماء أهل السنة، نحن نعمل جميعاً بأقصى جهدنا أن ننطلق من المعارف إلى المعارك. نحن لسنا أبداً نريد معلومة يمكن أن تكون في الأذهان، وإنما يجب أن تتحول هذه المعلومات إلى مشاعر في الوجدان، إلى حب متدفق يسيطر على كل إنسان، أخاً وأختاً في الله عز وجل. الدكتورة أمل خليفة التي تدور بين جنبات مصر وخارج مصر بقضية واحدة تشبعت وتضلعت بها، هي قضية القدس وفلسطين. أسأل الله أن يجزيها خيراً، وأن يبارك في زوجها وأولادها، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعاً. أيها الأحرار، أيها الأبطال، أيها الرجال، نحن من نقابة الأطباء نرجو أن نرى أنفسنا معاً رجالاً ونساء بإذن الله عز وجل في ساحات وباحات تحرير المسجد الأقصى، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محرومون من الصلاة في الموضع الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليجمع فيه الأنبياء كلهم. جمع الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم، ولذلك إن شاء الله حين نقف لنصلي في ساحة المسجد الأقصى، قولوا إن شاء الله، حينها ستقف على موضع، ثق أنك ستقف على موطئ قدم نبي. فليختر كل منكم موضعاً يصلي فيه، وليختر نبياً يقف في موضعه. أما وقد تحرك يمنة أو يسرى، فإنه سيقف على موطئ قدم نبي آخر. هذا الموضع الذي يفيض ببركته على ما حوله، نحن محرومون من أن نصلي فيه ولا أن نراه بأعيننا، ولكننا نملك أن نراه ببصائرنا. اليوم سنتحدث عن بيت المقدس، واسمها يدل عليها، هي القدس، قدسها الله سبحانه وتعالى. أول سؤال، يعني لو جيت من بره وقلت لحضراتكم شفت حادثة، كنا زمان بنقول شفت حادثة، الوقت نقول شفت مظاهرة، تقولوا حضراتكم أول سؤال فين؟ هذه هي القدس. أول ما بعرض الشريحة الأولى دي، ودي لازمة في كل المحاضرات لازم تتحط، بذكر الناس بأن معلش اللي ما بيحبوش الخرائط واللي بتفكرهم بحصة الجغرافيا البايخة، لازم الخريطة دي نعرفها. كلام كتير قوي غريب ملوش أي علاقة بالواقع، سمعناهم وهم بيقولوا أيام ضرب غزة، وزي ما احنا شايفين غزة فين؟ مكانها في الجزء الملاصق لمصر. لو الإخوة المنظمين لو يجيبوا لنا القلم اللي فيه نور ده ممكن نشاور بيه، يبقى كتر خيرهم يعني.
سمعناهم هم بيقولوا ايام الضرب بتاع غزه انتوا مالكوا بتقولوا على مصر ليه ان هي تفتح المعبر بتاعها على غزه؟ طب ما لبنان ما بتفتحش المعبر بتاعها ليه؟ لبنان هتفتح المعبر بتاعها على غزة، ده باعتبار ان غزة لها معابر مع الدنيا كلها يعني، وهم ما يعرفوش ان هي كل الحكاية 360 كيلو ملاصقة لمصر وملهاش اي جار اخر. بل في ناس يعني كتر خيرهم قالوا طب وإيران اللي بتجعجع دي ما بتفتحش المعبر بتاعها ليه؟ برضو تفتح المعبر. فاللي ما يعرفش هذه الخريطة غالبا هيقع في اخطاء كثيره جدا لا نهايه لها. طب سور اسكندريه فاضل فيه عمودين كده حتتين صغيرين كده. طب وسور دمشق سقط كله ما فيش فيه غير باب توما اللي موجود دلوقتي. الله، امال الاسوار دي كلها وقعت، امال فين سور القدس؟ ما زال موجود سور القدس، لا يزال موجود على حاله، لم يقع منه جزء. طب ما دي علامه استفهام، علامة استفهام كبيرة قوي، ان اشمعنا سور القدس هو اللي موجود؟ وهنشوف دلوقتي سورة المدينة والسور موجود بكامله. ليه؟ الحكاية دي يعرفوها الجماعة بتوع الجيولوجيا، رب ده ضارة نافعة. بتوع الجيولوجيا بيقولوا لنا ان المكان بتاع البحر الاحمر والامتداد بتاعه دي منطقة حصل فيها قبل كده شق كبير جدا، فاصل كبير جدا، فصل افريقيا عن اسيا، يعني هم كانوا لازقين في بعض وحصل شق ما بينهم هم الاثنين. فعلا حصل زلزال في سنه 27 وحصل زلزال تاني صغير في الثلاثينات. اذا هذه المنطقه معرضه للهزلات الارضيه. طب وده ايه اللي يخلي ده؟ بالعكس ده كده السور يقع. لا، اللي بنى هذا السور الحالي اللي موجود هو السلطان سليم سليمان القانوني في القرن ال16. وسليمان القانوني لما جه يبنيه وهو عارف انها منطقه زلازل عمل فيه ايه؟ خلاه سور. بقى المدرسه اللي جنب بيتنا ممكن يبقى لها سور، لكن اوعوا حد يربط ما بين الاثنين. الاسوار اللي احنا نعرفها دي سور كده، انما السور ده معمول عشان الحراس يمشوا فوقه. ما احنا لو جبنا حارس يمشي فوق سور المدرسه ده احنا عايزين بهلوان. لكن الحقيقة أن سور المدينة كان بيمشي عليه اتنين حراس. ليه؟ لأن عرضه بيصل في بعض الأماكن إلى 3 متر، فكانوا بيمشوا مستريحين قوي. سور القدس كان بيمشوا عليه الحراس، وكان من المعروف أنهم لا يغادروا السور مطلقا، لا يخلو السور مطلقا من الحراس إلا ساعة ركعتين صلاة الجمعة، مش الخطبة، لا ساعة الخطبة بيحضروها برضه هم واقفين برضه فوقه، لكن ساعة الركعتين بتوع صلاة الجمعة. السور ما تهدش منه حاجة. مساحة المدينة جوه السور أقل من كيلو متر مربع واحد. كيلو متر مربع واحد. إذا القدس مدينة مصورة مساحتها أقل من كيلو متر، طب ليه صغيرة قوي كده؟ هي ليه صغيرة ليه؟ ما عملوهاش كبيرة شوية كده ليه؟ مساحة القاهرة داخل الأسوار كيلو متر واحد. إذن المعلومة ما هياش غريبة، في وقتهم في زمانهم كانت المدن كده. ولذلك لما نسمع النهاردة إن مساحة مكة كلها هي مساحة الحرم النهاردة، يبقى نعرف إن كل المدن كانت كده. ما كانتش غريبة إن القدس تفضل مساحتها صغيرة. الغريب ان المدن كلها اسوارها وقعت، فالامتداد العمراني كبر مساحة المدن الا القدس. القدس مساحتها كيلومتر مربع وهتفضل كيلومتر مربع داخل الاسوار. طب وبعدين لما نزيد في العدد ويحبوا الناس ان هم يطلعوا بره؟ فعلا في منتصف القرن ال19، نص القرن ال19 بالظبط، بدأ الناس يطلعوا بره المدينة. فبدأت أبواب القدس اللي كانت بتتقفل عليهم بالليل يسيبوا لهم حتة مفتوحة. إيه اللي هيفيدنا في المعلومة دي؟ اللي ما يعرفهاش إيه اللي هيتلخبط عنده؟ الامتداد العمراني كان أكتر ناحية الغرب، لأن ناحية الشرق مش مهيئة قوي للسكنة لأن فيها جبل كبير قوي.
الجبل الكبير قوي ده، جبل الزيتون اللي كان بيقف عليه سيدنا عيسى ويخاطب المدينة ويقول لها يا قاتلة الأنبياء يا طاردة الصالحين، كان بيكلمها ويقعد يبكي على هذا الجبل اسمه جبل الزيتون. إذن العمران مهيأ أكتر للناحية الغربية أنه يزيد فيها. يبقى لما نيجي نقول القدس الغربية نقصد بيها إيه؟ نقصد بيها الامتداد العمراني اللي حصل في الناحية الغربية من البلدة القديمة اللي استولى عليه الصهاينة في سنة 48. أمال في سنة 48 خدوا البلدة القديمة؟ لا ما خدوهاش. البلدة القديمة هي اللي جواها المسجد الأقصى، هي اللي حواليها السور، هي اللي الصهاينة أخدوها في سنة 67. إذا لما نيجي نسأل حد ونقول له هي القدس اليهود خدوها سنة كام؟ لو ما يعرفش اللي احنا بنقوله ده هيحتاس، لأن هم أخدوا نصها في سنة 48 اللي هو الجانب الغربي، وأخدوا الباقي في سنة 67. يبقى لما نقول القدس الغربية والقدس الشرقية يبقى معنى كده إن احنا بنتكلم عن مدينة اتقسمت بفعل الحرب، احنا ما بنقولش عليهم بقى قدس شرقية وقدس غربية، ولو إن ده هو اللفظ الدارج. احنا بنقول عليهم شرق القدس وغرب القدس. القدس كلها بتاعتنا، شرقها وغربها، عشان لما نقول ان القدس الغربية بتاعتهم والقدس الشرقية بتاعتنا، لا احنا ما بنقولش كده. ولذلك القانون الدولي بيجرم البنى بالمستوطنات في انهي ناحية؟ في القدس الشرقية بس، والغربية لا، الغربية بتاعتهم. طب لما حضراتكم تسمعوا بعد اللي انا قلته ده، حد بيقول ان اليهود اصدروا قراراتهم وقوانينهم من الكنيسة ان القدس الموحدة عاصمة الدولة اليهودية. ايه هي القدس الموحدة؟ الشرقية والغربية. واللي ما يعرفش بقى الشرقية والغربية هيسمع كلمة الموحدة يلاقيها مش داخلة مش جاية مش نافعة تمشي مع ودانه ويطلعها من الناحية التانية. اذا الشرقية والغربية احنا فهمنا هي جت منين، هي دي القدس، هي دي القدس من بره، من تصوير حقيقي من الطيارة يعني، هي دي القدس، ده السور بتاعها محيط بيها من كل ناحية، وآدي المسجد الأقصى، كل هذه المساحة هي المسجد الأقصى، دي قبة الصخرة وليست المسجد الأقصى، ده المسجد القبلي وليس هو المسجد الأقصى، ولكن هذه المساحة 144 دونم، والدونم هي الوحدة المتعامل بيها في منطقة الشام، زي ما نقول عندنا فدان هم بيقولوا هكتار، دي وحدة يعني 144 ألف متر مربع، كل هذه المساحة اللي جمع فيها الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم تمثل قد إيه من المدينة؟ سدس مساحة المدينة، سدس مساحة المدينة. عشان نشوف الصورة أوضح هنبص عليها كده، دي طبعا بالرسم، آدي القدس وآدي المسجد الأقصى، واللي احنا شايفينه بالأحمر ده هو دي، هي دي أبواب مدينة القدس. أبواب مدينة القدس فيها مشكلة، لأي دارس أي حد عايز يدرس هيلاقي مشكلة في أبواب مدينة القدس. إيه هي المشكلة دي؟ إن هذه الأبواب تغير اسمها على مدار السنين، يعني في كل زمن كانت بتسمى اسم، والمصيبة إن مش بس في كل زمن، ده كل ناس بيسموها اسم، يعني الباب الواحد هتلاقوا حضراتكم أهل المدينة بيسموه اسم، والصهاينة بيسموه اسم، والغربيين بيسموه اسم تاني، فيبقى الباب الواحد له أسامي كتير، فيجي حد يقول اسم باب ويبقى مش عارف هو أنه فيهم، فيقوم مفكروا باب جديد، فيطلع للمدينة 28 باب، هم مش 28، هم ثلاثة في الشمال، دي الاتجاهات الأصلية هنا الشمال اهو، ثلاثة في الشمال وواحد بس ناحية الغرب، واثنين في الجنوب، وواحد في الناحية الشرقية، وفي أبواب مشتركة. الأبواب المشتركة دول هم أربعة باينين وفي واحد مخفي، ولذلك أنا ما حطيتوش، لكن هو موجود مخفي هنا. الأبواب دي أغلقت في عهد صلاح الدين. ليه؟ لأن بعد ما خرج الصليبيين من المدينة خاف يرجعوا تاني، لأن فعلا لما جه ريتشارد قلب الأسد وقال إن هو هيرجع تاني، قصة جميلة جدا
بيحكيها لنا ابن شداد اللي هو المؤرخ بتاع صلاح الدين الأيوبي. كان بيقول القاضي الفاضل كان بيقول حاجة جميلة قوي. بيقول لما طلعت الكلام وصل الأقاويل بدأت تتردد إن ريتشارد جاي، خلاص ريتشارد جه جاب الهيصة بتاعته جاي، وكان له هيبة لأنه فعلا انتصر على قوات صلاح الدين في المرحلة الأولانية، كان فيه له انتصارات في عكا، فخافوا كانوا المسلمين خايفين منه، فقالوا ده جاي جايب بقى كل الجيش بتاعه جاي على القدس. فبيقول جمع صلاح الدين العلماء وكان في حالة من الكرب الشديد، فبيقول سمعت منه مقولة وهو يقول والله لئن يفنى أبنائي وأسرهم، كل أبنائي كل عيلته يعني، أحب إلي من أن يأخذوا منا المسجد الأقصى ويأخذوا منا القدس مرة أخرى. فقالوا له أفادوه بفتوى، قالوا له يوم الجمعة أخرج من بيتك ثم تصدق، اغتسل ثم أخرج من بيتك ثم تصدق على من في الطريق من غير أن يعرفوا أنك السلطان، ثم اذهب فصلي في المسجد الأقصى وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن شداد يقول فوالله صليت إلى دواره في الأقصى وله نحيب وهو يبكي حتى بلل موضع صلاته وهو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والرواية معروفة بعد ذلك إن ريتشارد اختلف مع الناس اللي معاه وما رحوش القدس، لكن كانت طلعت إشاعة إن الصليبيين عايزين يدخلوا من هنا عشان لو دخلوا من الناحية دي من الأبواب دي الروح المعنوية عندهم تنخفض ويسلموا المدينة. وفيها حاجة تانية إن هم لو دخلوا هنا يبتدوا يضغطوا على صلاح الدين وعلى الناس اللي معاه إن إحنا هنخرب المسجد، يعني يتطلعوا تسيبوا المدينة ينخرب المسجد. فصلاح الدين جه على الأبواب دي وسدها بالحجارة، يعني مغلقة تماما، مش باب ممكن ان هو مثلا نسلكه ونفتحه، لا. ولذلك بقول لحضراتكم في هنا باب لا يرى بالعين، يعني مفيش مجرد يرى بس كده القوس بتاعه الخارجي اللي هو اللي فوقيه يرى بصعوبة شديدة جدا ما بين الحجارة وبعضها، لكن الأبواب المشتركة دي كلها مغلقة ويبقى ثلاث أبواب في الشمال وباب واحد في الغرب وبابين في الناحية الجنوبية وباب واحد في الناحية الشرقية. مشكلة تانية من مشاكل أبواب مدينة القدس اللي بالنسبة لأي دارس، ودي اللي بتحصل فيها أخطاء كتيرة جدا موجودة في النت، إن مش بس المدينة هي اللي لها أبواب، ده كمان المسجد الأقصى له أبواب. ويعني تزداد صعوبة بقى لما نقول إن بعض الأبواب أساميها متشابهة، يعني على سبيل المثال ده باب المغاربة، الباب ده باب في المدينة ولا في المسجد؟ وده باب المغاربة، يعني في باب للمغاربة في المدينة وفي باب للمغاربة برضو في المسجد. ايه حكاية المغاربة دول؟ ايه اللي جاب المغاربة هنا؟ جيش صلاح الدين كان فيه كل الفئات كل الأجناس، وكلمة مغربي من بعد ليبيا يعني بعد برقة على طول كل المنطقة دي كلها تسمى بالمغرب. فكان في من جيش صلاح الدين ناس من المغاربة، فجاه صلاح الدين وأوكل إليهم هذه المنطقة إن هم يحموها، وقال في حقهم كلام طيب جدا إن أنا أوكلت هذا المكان إلى يعني أناس يستطيعوا القيام بهذه المهمة ومدح فيهم. فسمي الباب باسمهم وسمي الباب بتاع المسجد باسمهم، وحتى المنطقة كمان دي سميت بحارة المغاربة على اسمهم برضو. مشكلة ان في اسماء متشابهة موجودة فوق برضو، هنا ده باب الاسباط وده باب الاسباط، اصبح عندنا بابين اسمهم الاسباط وبابين اسمهم المغاربة، فده كله مدعاه للخلط، ولذلك الامر يحتاج الى كثير من الدقة والتدقيق حتى لا يخطئ الدارس في ان هو يعرف الاسامي. الصوره دي مش واضحه لكن يعني ممكن ان احنا ناخد على طول، يعني ممكن نبص على الابواب. الباب ده
اسمه باب الساهرة وباب هيرودس وباب الظهور. ده الباب الأولاني، ده ثلاث أسامي. دي الخرائط العبري بتكتب عليه باب الظهور لعله عشان فيه ظهور على خارجه، وهو اسمه باب الساهرة لأن الحي اللي ملاصق له اسمه حي الساهرة، وبيسموه الجماعة الغربيين في الكتابات بتاعتهم باب هيرودس لأن هم لما دخلوا الصليبيين ظنوا إن في مبنى كان موجود إن ده باب هيرودس، إن ده مبنى هيرودس. هيرودس ده حاكم من حكام المدينة هم يعرفوه، فلذلك أول ما شافوا المبنى ظنوا إن هو ده بتاعه فأطلقوا عليه هذا الاسم، فأصبح لهذا الباب ثلاث أسامي. ده باب الساهرة له أسامي تانية موجودة بقى بين الناس وبعضها هناك، بيسموه باب الغنم عشان كانوا بيرعوا الغنم عنده، فلما حد يجي يقرأ باب الغنم يقول ده أكيد باب جديد فيحطه، فيلاقي في الآخر إن المدينة بقت كلها أبواب، ما بقاش لها صور، هي كلها أبواب في بعضها كده. ده باب الساهرة. ده باب العمود، ده من أهم أبواب المدينة، ده الباب اللي في المنتصف من الناحية الشمالية، ده من أهم أبواب المدينة. اللي يتابع أخبار القدس الفترة اللي فاتت يعرف إن كان عليه مشكلة، إن الصهاينة قالوا إن إحنا هنعمل فيه ترميم، يلا نعمل فيه ترميم عشان يدوروا. ربنا رازقهم كل ما يدوروا ويعملوا حاجة والليلة تطلع يعني واضحة زي الشمس إن هي مش تبعهم فيسكتوا، فعمالين كل شوية يزعقوا ويسكتوا لغاية ما بعض العلماء الأثريين بتوعهم طلعوا كلام بقى، هم نفسهم اللي قالوا، قالوا يا جماعة إحنا ما لناش أي حاجة لها علاقة بينا، ما توجعوش دماغنا بقى خلاص. الباب ده اكتشفوا تحتيه باب تاني هنا في الجزء اللي هنا ده، اكتشفوا تحتيه باب تاني، قالوا ايوه الباب التاني ده يبقى ده له علاقه بسيدنا سليمان بقى ولا له اي حاجه، دوروا بقى شوفوا ايه الحكايه، لقوا باب صليبي، باب من الزمن الحروب الصليبيه. وبعدين لقوا صهريج ميه، قالوا ايوه يبقى هو ده، مفيش. لقوا برضه روماني، مفي، لقوا لغايه الروماني يعني مفيش، ما لقوش اي حاجه تانيه. الباب ده باب العمود، الباب الرئيسي من الناحية الشمالية. لما تشوفوا حضراتكم الدخلة لو تعرفوا ان هو منخفض اهو سلالم، يعني عشان ننزل له بنروح سلالم. لما نشوف بقية الابواب هنلاقي كل الابواب التانية لا بالعكس، ده احنا بنطلع مش بننزل. موجود في العهد القديم ان سيدنا سليمان في اخر عهده لما كبر سنه بقى يجامل زوجاته بان هو يبني لهم الاكام دي. احنا بنطالب الصهاينه الحقيقه ان هم يدوروا على هذه الاكام، ربما يلاقوها فيروحوا كمان يعبدوا في هناك البعليم حبه شويه يعني. فالكلام موجود عندهم ان سيدنا سليمان كفر، طب ده يعيبه يعني؟ لا يعيبه ليه؟ ده جاب لنا الملك. طب ناخد بالنا كده، هو بني اسرائيل بينتسبوا لمين؟ سيدنا يعقوب، بس ده كان راجل غلبان، ده ما كانوش لاقين ياكلوا، كانوا جايين بيبعتوا ياكلوا هنا من مصر، ما ينفعش. طب والشريعه نزلت على مين؟ على سيدنا موسى. لا ده كان راجل اغلب من الغلب بقى، ده هرب اصلا من فرعون وما كانش ما عندوش اي حاجه خالص، وفرعون لما قال عليه قال عليه ان هو لا يكاد يبين، ده ما ينفعناش خالص ده. طب امال مين اللي جاب لنا الملك؟ يا داوود وسليمان. يبقى الدولة كلها تقوم على داود وسليمان. طب دول أنبياء؟ ده احنا لسه بنقول ان هو سيدنا سليمان كفر. مش مهم، ما هو كفر ده لنفسه، انما هو جاب لنا الملك، فيقوم يقولوا عليه ايه؟ الملك سليمان. ولذلك التمثال اللي موجود لسيدنا داود، وطبعا ده بالزور يعني، اللي موجود في القدس مكتوب عليه ملك داود، الملك داود. احنا ما يهمناش ان هو نبي، نبي دي روحه، احنا عايزينه يجيب لنا الملك. الى اي نبي تنتسب اسرائيل دلوقتي؟ الى سليمان اكتر من سيدنا داود كمان، عشان سليمان هو اللي جاب الملك. طب كفر مع نفسه بقى، مش مشكلتنا احنا دي. لذلك احنا بنقول ان سيدنا سليمان احنا اولى بيه منهم، ملقوش اي حاجه لها علاقه بسيدنا سليمان في البنى ده كله. البنى ده كله بناه سليمان القانوني، سليمان آخر، سليمان القانوني. فلما نلاقي في السور اللي بناه سليمان القانوني حجر معمول عليه نجمة داود ولا حجر عليه سورة المعبد، يبقى نتساءل بقى هو سليمان القانوني يهودي ولا ايه الحكاية بالظبط؟ إذن دي مش بس سرقة، دي حاجة فجة
أما الواحد يلعب في التاريخ بهذه الطريقة. إن شاء الله لما نيجي داخلين كل واحد يختار الباب اللي يخش منه. أنا بحب الباب ده قوي، ده باب العمود وبيسموه بوابة دمشق، كان هو الناس بتطلع منه على دمشق. دي صورة قديمة قوي لباب العمود. بصوا حضراتكم مفيش فراغ تحتيه، الفراغ ده اتحفر حديثا. دي صور قديمة. ادي صورة باب العمود، قد ايه هم بيحتفوا بباب العمود، بيحبوه قوي، لان هم بيعتبروا ان باب العمود ده هو ده دخلة المدينة اللي تدخل على اسواقها كلها وتكشف المدينة كلها. ده الباب الجديد، مكانه فين؟ ده ثالث باب من الناحية الشمالية، ده اسمه باب السلطان عبد الحميد. ونلاحظ ان هو غير الابواب اللي فاتت، الابواب اللي فاتت تحسوا انها حصون حصينة، انما ده باب بيسموه باب لطش، يعني يا دوب بس كده فاتح فتحة في الحيطة. سلطان عبد الحميد فتح الفتحة دي عشان الجماعة الفرنسويين قالوا له عندنا هنا أديرة وهنا أديرة، لما نعوز ندخل الأديرة اللي هنا من هنا لهنا بنضطر نلف كده عشان ما نضايقكوش، افتح لنا فتحة هنا في الحيطة. ففتحها لهم، وده سور يا جماعة، ما هوش حاجة مقدسة يعني، فتحها لهم عشان يمروا من هنا لهنا تسهيلا عليهم وتيسيرا عليهم ليس أكثر. لا لا يحضرني الرقم، ولا حتى يعني بس لا يحضرني الرقم حاليا، لكن هو حاجة كتير قوي كده. ده الباب الجديد، دي صور قديمة له. أنا جايبة كل الصور مش عشان إن احنا نأكد رؤية الباب قد ما لو حد يحب إن هو ياخد المادة ويبص فيها. ده الباب الغربي الوحيد، زي ما في قيمة الباب العمود في قيمة الباب الخليل اللي هو بوابة يافا. الباب ده يا جماعة لو قربنا أكتر، يعني أنا ما حبيتش أتقل في الصور كتير، بس لو قربنا أكتر هنلاقي هنا على المفصلة بتاعت الباب، هنلاقي حاجة كده محطوطة على المفصلة، مش كبيرة، حاجة صغيرة كده معدنية محطوطة عند المفصلة بتاعت الباب. ولو شفنا حد من الصهاينة وهو داخل هنلاقيه وهو داخل بيحط إيده عليها. إيه دي؟ اليهودية دين عندهم، يعني اليهودية اللي عندهم دين مادي لا يعترف إلا بشيء أمسكه في إيدي. عارفين حضراتكم دعاء الدخول بتاع البيت؟ لما يجي الواحد يقول الدعاء الدخول بيقوله بلسانه، ما عندهمش هم حاجة يقولوها بلسانهم، لابد تبقى موثقة بحاجة يمسكها. فعندهم حاجة بيسموها بالعبري وملهاش ترجمة تانية اسمها المازوزا. المازوزا دي عبارة عن حاجة بتتحط جنب المفصلة بتاعت الباب وهو داخل بيحط إيده عليها ويقول دعاء. لازم كده، كل حاجة لازم تتحول إلى شيء ممسوك. يعني عندهم مثلا من ضمن الكلام اللي موجود، ضع كتاب الله أو ضع آيات الله أو ضع ما الله نصب عينيك. فاهمينها كلنا ولا محتاجة تتفسر؟ مفهومة هي باينة، مش عايزة حاجة. يقوموا يجيبوا جزء من التوراة ويعملوه بلفة معينة ويقوموا حاطينه هنا ويربطوه. دي لازمة من لوازم صلاة الصبح انهم يعملوا كده. فبقيت الكلام ضعه نصب عينيك وقرب يديك، يقوموا جايبين واحدة تانية وحطينها هنا ولفينها بلفائف كده. فلما تلاقوا واحد ايده ملفوفة بلفافة سودة كده لغاية فوق هنا تعرفوا ان هو بيصلي الصبح، عشان هو دي لازم عشان يعملها عشان يصلي الصبح. والفتاوى اللي كان بيقولها لنا الدكتور عمارة ربنا يكرمه، لو نقراها أول شيء يتبادر لذهننا الحمد لله الذي هدانا للإسلام. لما نسمع عن واحد يجي يستفتي الحخام ويقول له هل يجوز إن أنا أعصر ليمون على الشاي يوم الجمعة يوم السبت؟ ما هو يوم السبت ممنوع إن هو يطبخ، لكن ممكن هو يأكل بس أو يشرب. فبيقول له طب أنا هشرب الشاي اللي أنا عامله من حطه في الترمس من اليوم اللي قبليه، ينفع أعصر عليه الليمونة؟ لو تشوفوا الرد بتاع الحخام بقى يقول له أنا أرى إن الليمون بيفعل مع الشاي السخن ده فعل للإنضاج فهو حرام. الحمد لله على الإسلام.
عارفين حضراتكم السندوتش بتاع ماكدونالدز المقاطعه ده، بيحطوا فيه شريحه جبنه وعليه شريحه لحمه، ده جهنم وبئس المصير على طول. نوعين من انواع الحي، لان دي لحمه وده لبن، ده نوع من انواع الحاجات اللي جايه من الاحياء وده نوع من الحاجات اللي جايه من الاحياء، يتحطوا على بعض جهنم وبئس المصير على طول، الواحد ياكله ويروح جهنم. اصلا ما فيش اي حاجه في العهد القديم في التوراه تشير الى ان في يوم قيامه اصلا ولا يوم اخر، فانا مش عارفه هو جهنم دي هيروحوها فين يعني، بس هو ما فيش يوم اخر اصلا عندهم، مش مشكله. خلينا في باب الخليل. ادي باب الخليل يا جماعه، بصوا الارض فين؟ الارض تحت، والسوره اهو والباب اهو، عاملين له كده ايه كوبري عشان يدخلوا فيه. مره قابلت واحد فلسطيني من رام الله، وكانت اول لقاء ليا، فبساله انتوا رحتوا القدس؟ فقال اه رحنا القدس. فانا اخذني الشوق بقى، فقلت له طب ورحتوا دخلتوا منين؟ هو مش فارق معايا، دخلنا خلاص، دخلنا يعني انا اخش من اي حته دخلنا. وبعدين قاعد يقول لي وطلعنا من عندي مش عارف ايه، قلت له ايوه وطلعتوا من باب الخليل، قال لي اه. قلت له عديتوا من الكوبري اللي فوق ولا من تحت؟ فمراته كانت قاعده قالت لي هو انت كنت معانا؟ قلت لها لا انا ما كنتش معاكم، بس هو الحقيقه رايتها بالبصيره، ما رايتهاش بالعين. في فندق هنا كبير هنا اسمه فندق الملك داوود، الملك داوود، مفيش انبياء عندنا احنا هنا. فندق الملك داوود، خدوا بالكم الفندق ده فيه اسهم مبنيه بفلوس مصريه، وفي محامي مصري عقر كده عامل قضيه عليهم ان هو بفلوس مصريه وعايزين نسترده، احنا معاه وراه على طول. فالفندق ده في الوش مباشره. قلت لها طب وانتوا خارجين شفتوا الفندق الملك داوود؟ قال والله ما خدناش بالنا واحنا خارجين نبص عليه. فبقى منظرنا وحش قوي الحقيقه احنا الاثنين، فسكت بقى، قلت خلاص اروح بقى بنفسي اشوف بدل ما اساله اي سؤال ثاني يحرجه يعني. ادي باب الخليل، ودي البوابه الحديد لو انتوا تلمحوها كده ظلها باين، دي اللي حاطينها على بوابه الخليل، المزوزاه اللي بيحطوها عشان يمسكوا عليها ايديهم ويقولوا الدعاء وهم داخلين، حاطينها على باب الخليل. ودي ما كانتش مرئيه، ما كانش حد شايفها لانها حاجه صغيره، لكن بمرور الوقت وهم عمالين يحطوا ايديهم عليها ويخشوا، الناس خدت بالها ولاحظت الحكايه دي، حاطينها على باب القدس عشان يقولوا ده بيتنا ومحدش هيخرجنا منه. والكلام اللي موجود على البتاعه دي ثلاث حروف بيبقوا مكتوبين عليها، الثلاث حروف دول معناها ان دي بوابات اسرائيل. فطبعا في جهود دلوقتي ان هم يجرموا هذا العمل، لان هو محطوط على بوابتين، على باب الخليل وعلى باب داوود في الجنوب. الفتحه دي فتحه في السور، شوف السور عرضه قد ايه يا جماعه؟ ده عرض السور الثلاثة متر اللي بقول لحضراتكم عليه. الفتحه دي معموله عملها برضو السلطان عبد الحميد، لان في زمنه جه القيصر بتاع المانيا، جه عشان المانيا كانت قيصريه، فجه القيصر بتاع المانيا يزور القدس وعايز يحج. ففي مقوله كانت بتشاع ان الغربي او الصليبي اللي هيجي يدخل على القدس هيدخل من باب الخليل، فحب ان هو يدخله، هو لازم يدخل من هنا عشان يدخل على كنيسه القيامه لانه جاي حج. وبالمناسبه ما فيش في شريعه المسيحيه حج، ومفيش في الدنيا اي مله بتقول ان في حج، هم خدوا الموضوع ده مننا. هم عملوا في الاول مساله زيارات كده، لكن مفيش في عندهم اي اشاره من قريب ولا من بعيد ان في عندهم شعيره من الشعائر اسمها حج، ولذلك احنا نتفرد بهذه الشعيره، خصنا الله سبحانه وتعالى بها امه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جه داخل لازم يدخل من باب الخليل عشان يدخل على كنيسه القيامه، فخاف ان الناس تشوفه داخل من باب الخليل تتشائم. وباب الخليل زي ما احنا شفناه بوابته بتدخل نفرين، هندخل الموكب بتاع القيصر نفرين نفرين كده، ما ينفعش، فقام فاتح له فتحه في السور عشان يدخل منها عشان ما يدخلش من باب الخليل، وفعلا دخل من هنا على كنيسه القيامه مباشره. الليمبي بقى هو اللي دخل من باب الخليل، بس مش الليمبي اللي انتوا، لا الليمبي ده الجنرال الليمبي،
الجنرال الليمبي يا جماعة هو ده اللي جابته بريطانيا عشان يقدر ان هو ياخد القدس. والجنرال الليمبي دخل من باب الخليل وصحت هذه المقولة رغم ان هي ملهاش اي اساس من مش مبنية على اساس يعني، لكن صحت ان فعلا الليمبي دخل من هنا. انا نفسي اعرف هم ليه سموا الابله اللي بيجيبوه ده بالليمبي برضه، ده ما فيش حد في التاريخ اسمه الليمبي بس بالنون، هو اسمه بالنون الليمبي، ما حدش في التاريخ نعرفه غير الراجل ده. الراجل ده داخل على ايه يا جماعة؟ على رجليه. هو بيحارب على رجليه؟ يعني هو قائد الجيش بيحارب على رجليه؟ لا، لما جه داخل القدس أصابه الخوف والرعب، فبعت برقية، وأياميها ما كانش المسألة بسهولة، ده لسه هيستنى الرد، فبعت برقية لبريطانيا يقول لهم أنا على أسوار القدس دلوقتي وراح أدخل، أعمل إيه؟ قالوا له أوعى ترفع علم، أوعى ترفع علم، عشان ما هم فاكرين كويس قوي لما حاولوا مرة يرفعوا علم، علم واحد كان لفرنسا، حاولوا يرفعوه هنا الناس عملوا ثورة. فقالوا له اوعى ترفع علم واوعى تخش على ركوبة ايا كانت، ولا حصان ولا عربية ولا اي حاجة. فنكس اعلامه ودخل على رجليه احتراما لقدسية القدس. كانوا لما يترفع علم وهم قاعدين في بلدهم بيعملوا ثورة، شفتوا الاعلام اللي كانت عن باب العمود واحنا ساكتين؟ هو احنا مش هنتحاسب على الاعلام دي لما تترفع هناك؟ ده الباب الجنوبي، باب النبي داود، اسمه باب صهيون. يا ترى هم سموه على اسمهم؟ لا، ده هم اللي تسموا على اسمه. في هنا جبل اسمه جبل صهيون، هو ده اللي الصهاينة تسموا على اسمه. عارفين صهيون باللغة القديمة بتاعتهم بتاعت الحتة دي ايا كان، بالأرامية او بالسريانية، هو اسمه الجبل المشمس او المجفف يعني، او الجاف يعني. اذن صهيون، كلمة صهيون يعني مشمس او جاف، ده اسم الجبل واسمه كده من قديم. إذن الصهاينة دول هم المتشمسين المجففين، ملوش أي معنى تاني، بس هم بينسبوا نفسهم إلى هذا الجبل لأن هم بيدعوا إن سيدنا داود عمل القلعة بتاعته أو عمل الحصن بتاعه هنا. شفتوا بينتسبوا ليه؟ حصن أو قلعة. طب ما كانوا ينتسبوا إلى البقعة المقدسة؟ لا، هم بينتسبوا إلى القلعة والحصن والقصر والملك والصولجان. قالوا ايه لما سمعوا ان نبي اخر الزمان هيأتي؟ قالوا ان ده اوان نبي اخر الزمان، مش ده اللي خلى الستة بتوع الخزرج يسلموا؟ قالوا ان ده اوان نبي اخر الزمان وسيأتي الينا بالملك. دي موجودة هتلاقوها باللفظة كده، ان هيأتي الينا بالملك، مش هيأتي بشرع ولا هيأتي برحمة من السماء ولا يأتي إلينا بكلام ربنا، لا، هو هيأتي إلينا بالملك وسنقتلكم. إن هي كانت حلوة أوي من الأول، فكانت النتيجة إن بتوع الخزرج قالوا والله لا يسبقون إليه، ده عهدهم على طول. فالباب ده هو باب النبي داود أو باب صهيون، وهم تسموا على اسمه مش هو اللي تسمى على اسمهم. آخر باب من الناحية الجنوبية اللي هو تاني واحد من الناحية الجنوبية، ده اللي عليه العين كلها، ده باب المغاربة، ده الباب اللي هما بيخشوا منه على الحارة اللي كانوا مأجرين فيها، كان اسمها حارة الشرف اللي كانوا مأجرين فيها. وبصوا على الموجودين هتلاقيهم كلهم سياح، وبصوا على التصوير هتلاقوه من بعيد، كل التصوير للباب ده زوم من بعيد، غير مسموح للفلسطينيين ان هما يقربوا منه، ولو حد فيهم قرب ممكن تحصل مشكلة. الباب ده اسمه باب المغاربة، وعرفنا اسمه ليه باب المغاربة، وبيسموه باب المحرقة لأنه بيقال إن هو ده الباب اللي كانوا بيخرجوا منه أهل المدينة يحرقوا القمامة بتاعتهم، وذكر في التوراة باسم باب القمامة، ولذلك الخرائط العبري بتكتبه باسم باب القمامة لأنه كانوا الناس بتخرج بقمامتها من هذا الباب. ده باب صغير، هو أصغر باب من أبواب المدينة. بصوا التصوير من بعيد،
ده آخر باب مفتوح اللي هو باب الأسباط. لما يبقى في حد ساكن هنا ويعوز يدخل المدينة يدخل منين؟ الباب ده باب المغاربة ما ينفعش يدخل منه، باب الصهاينة ده باب صهيون ما ينفعش يدخل منه. إذا لو هو ساكن هنا بيحب يدخل بيلف من هنا. طب مين اللي ساكن هنا؟ الحي ده اسمه إيه؟ الحي ده مهم قوي، ده حي سلوان، اللي بيدعوا إن هو ده اللي كان فيه مدينة سيدنا داود. أين أطماع اليهود في الموضع ده؟ أطماع اليهود هي المنطقة دي، ولذلك هتجد كل الأنفاق فيها، كل الحفريات فيها، كل الكنوس اللي بتتفتح، كنوس جمع كنيس، كنيس هو المعبد بتاعهم، كانوا بيسموه زمان معبد وبعدين بقوا يقولوا عليه كنيس دلوقتي. فكل الكنوس بتاعتهم موجودة في المربع ده هنا، لأن دي المنطقة بتاعتهم اللي بيعتبروا إن دي بتاعتهم يعني. ده باب الأسباط، اسمه باب ست مريم، وبيقال عنه في الخرائط العبرية وهو صحيح اسمه باب الأسود، وهو صحيح هذا الاسم إن هو مظبوط. إيه باب الأسود ده؟ هو فعلا باب الأسود. ليه باب الأسود؟ ده أسد وده أسد وده أسد وده أسد. إيه حكاية الأسود دي؟ الأسود دي يا جماعة سليمان القانوني بتحكي عنه إن هو أبوه سليم هو اللي دخل القدس، كانت مع المماليك والسلطان سليم هو سليم الأول هو اللي دخل عليها، فأجزاء من أسوار المدينة تهدمت، فقال أنا هعيد ترميم السور، فانشغل وقعد على كده 20 سنة انشغل، وبعدين حلم في يوم إن في أسود بتجري وراه عايزة تاكله، ولما سأل هما بيجروا ورايا ليه؟ قالوا له عشان أنت ما عملتش أسوار القدس. فقام الصبح قال ها هنعمل أسوار القدس، فكانت النتيجة إن هو جاب الأربع أسود دول وحطهم على الباب تخليدا لهذه الذكرى، فاسمه باب الأسود. هو فعلا ده الاسم ده صحيح، هما بيذكروه دايما في الخرايط العبري. الباب ده يا جماعة هيشهد علينا يوم القيامة، ده الباب اللي دخل منه الصهاينة 67، ولهم صور وهم داخلين، وهم داخلين في منتهى النشوة وحالة من الهستيريا وهم داخلين من الباب ده. قد يكون بعض مننا ما كانش عايش سنة 67 عشان يعني يشيل وزر هذه اللحظة، لكن أنا أظن أن كل الجيل لابد حاجة من اثنين، يا يدفع ثمن هذا العار في يوم القيامة، يا إما يقدم ما يثبت أنه دافع عن هذا الموضع باستماتة. إحنا مش كلنا حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن والقيام بيأتوا يوم القيامة بيجادلوا ويشفعوا للعبد، والقرآن يقول منعته النوم بالليل والصيام يقول له منع، مش هو ده الحديث ده يبين إن الأعمال الصالحة بتأتي تجادل عن صاحبها يوم القيامة؟ ألن يأتي المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى لن يأتي يوم القيامة؟ المسجد الأقصى سيأتي يوم القيامة فيعرض عن قوم ويهفو آخرين ويدافع عن آخرين. شوفوا بقى احنا هنبقى مين فيهم، هيعرض عن من كانوا يعرضون عنه. في ناس كانوا بيصلوا ويصوموا ومدين له ظهرهم فيعرض عنهم، ويهجو آخرين. مين دول اللي هيهجوهم؟ هيهجو ناس ما كانوش بيزموا فيه ولا حاجة، لا لا، لكن كانوا بيؤخروا النصر بأفعالهم. اللي بيأخر النصر بأفعاله، ما هو النصر جاي بشرط، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لما نتأخر عن الإيمان إحنا بنؤخر النصر، فهيهجو قوما وقد يكونوا ملايين يهجوهم لأنهم أخروا النصر، وسيدافع عن فئة كما اختار الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى، اختارهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون منهم. فيأتي المسجد الأقصى يدافع عنا يوم القيامة، كل واحد يسأل نفسه عينا، يسأل نفسه وحده، هل سيدافع عني المسجد الأقصى يوم القيامة؟ هل هقدر أقدم حجة قدام باب الأسباط إن هذه اللحظة اللي دخلوا فيها يا ربي ما شهدتهاش وما رضتش ودافعت عنها لغاية آخر أحدي بالحياة؟ أدي باب الأسباط اللي دخل منه الصهاينة.
دي الأبواب المشتركة اللي بقول لحضراتكم عليها، ودي أبواب مغلقة لا تفتح. نعدي الأبواب دي بسرعة عشان ندخل على طول على أقسام المدينة. المدينة مقسمة بخطوط وهمية ملهاش وجود إلى أربع أقسام. زي ما نيجي احنا النهاردة ونقول إن القاهرة مثلا هنقسمها دوائر انتخابية مثلا، أو يعني ما احنا أو هنقسمها حسب أي حاجة. هل حد بيمشي بالشارع بيلاقي في خط هنا دي دايرة كذا ودي دايرة كذا؟ هو هيعرف من أسامي المرشحين إنه راح الحتة التانية، لكن مش هيلاقي خط. أهو بقى فيه أربع أقسام للمدينة. كل واحد له شكل خلاص. ادي المدينه اهي، سورها اهو محيط بها من كل النواحي، وادي المسجد الاقصى. انا كتبت عليه الحرم القدسي، وعارفه ان في ناس هيعترضوا، لكن ليه؟ لان في ناس بيقولوا ان هو ليس حرما. ليه؟ اصل هو الحرم ده له مواصفات. مين اللي حرم مكه؟ سيدنا ابراهيم. ومين اللي حرم المدينه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي حرم المكان ده؟ محدش حرم المسجد، حرم المسجد الأقصى، محدش جعله حرم. لعل الله سبحانه وتعالى يشير إلينا إشارة بهذا المعنى، إن الحرم ده موضع سلم، وهذا الموضع هو موضع حرب إلى يوم القيامة. فإزاي يكون حرم؟ ما هوش حرم، محدش حرمه، محدش جعله حرم. ولذلك تحرم اللقطة من الكعبة، لكن لا تحرم اللقطة هنا. اللي يقدر يلاقي أي حاجة وياخدها ياخدها. يا ريت جالنا هنا أخ كريم الدكتور عبد الله معروف، وجاب معاه ورقتين من شجر المسجد الأقصى وعمل عليهم مزاد، فأخدوهم. واحدة أخدت ورقة منهم ب 500 جنيه. فما قدرليش إن أحضر هذا اللقاء، لكن كان عندي لقاء بعدها بيومين في دمنهور. فرحت في دمنهور، فكانت الأخت اللي اشترت الورقة الشجر ب 500 جنيه هي اللي موجودة. فوإحنا بنتكلم، وطبعاً بدل رحت يبقى أكيد الكلام عن المسجد الأقصى وعن القدس، أنا ما بروحش أي حاجة غير عن كده. لما حد يقول لي أي حاجة تانية أقول له سعيكم مشكور، ما بروحش حاجة تانية. فلما رحت واتكلمنا عن المسجد الأقصى، الأخت طلعت ورقة الشجر وقالت أنا كنت ناوية إن أنا أحطها في كفني، لكن أنا هعمل عليها مزاد. فعملت عليها مزاد، فالناس ما كانتش في الاول مقدره الموضوع. فواحده قالت 100 جنيه، قالت لها لا ما ينفعش. فقامت واحده قايله 150 جنيه، قالت لها ما ينفعش، ده انا دافعه فيها 500، مش هينفع. فالناس بتبص لبعضها كده وقاعدين لسه بيتهمسوا، فاذا بشابه صغيره في السن تمشي كده بخطى واثقه لغايه ما جت على المنصه، وقامت قلعه خاتم فاخر في ايدها ومتحطاه على الترابيزه. فقالت لها خديه حطيها في كفنك تشفع لك يوم القيامة، لأنها من موضع مبروك، لسبب إن الماء هناك مبارك والتربة مباركة. ده كلام أهل القدس يا جماعة، بيقولوا إحنا بنلمس البركة في المية وفي النبتة وفي تربة الأرض، بل في الهواء. فأخذتها، فإذا بحاجة غريبة جدا، اللي قالت 100 جابت 100، واللي قالت 150 جابت 150، ما خدوش حاجة، بس قالت انا طلعتها من بقي ان انا هدفع 100 مش هرجعها تاني. والتانية متجايه حتى ال 150 هي كمان، فبلغ ثمنها معرفش كام بقى لغايه دلوقتي، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى اغلى، فهي اتت من بقعه مباركه. ادي المدينه، ده الحي الاسلامي، ده الحي المسيحي، ده حي الارمن، والارمن بيعتبروا نفسهم مختلفين عن باقي المسيحيين. وادي الحي اليهودي. ايه حكايه الحي اليهودي دي؟ يعني لكن لهم حي؟ هما ما كانش لهم حي الحقيقه. حد جايب ورقه عشان يقول لي وقتنا خلص. طب ايه، خمسه ولا عشره ولا خمس دقائق؟ طيب ايه الحكايه بتاعت الحي اليهودي ده؟ لهم حي هو يجي يطالبوا بيه؟ الحقيقه يا جماعه هم لم يكن لهم حي، ما كان لهمش حي في المكان، لكن هم كانوا بيجتمع فقراء اليهود دايما في هذا الموضع لسبب ان عندهم نوع من انواع الصدقه بيسموه الهانوكا،
وده من خيبتنا ان احنا نقول عليها نقاه. هم عندهم ح في العبري في ح، واحنا في العربي في ح، لكن الاجانب ما عندهمش ح. فالاجانب بيسمعوا منهم يقولوا حنوكا يقوموا هم قايلين هانوكا، نقوم احنا نقلين من الاجانب ونقول هانوكا. وهي حنوكا دي بقى متكرره كتير قوي في حاجات كتير. عارفين الراجل اللي ظلموه ظلما بينا وسموه مهاتير وهو اسمه محاضر؟ الراجل اسمه محاضر بتاع ماليزيا، اسمه محاضر. هم ما عندهمش حا فقالوا عليه مهاتر فبقت مهاتير. احنا بقى نقلناها عنهم وخليناها مهاتير، والراجل اسمه محاضر. والله لو جينا في اي حته وقلنا محاضر يقولنا مين ده، جاي حاضر مين؟ لا، لو قلنا مهاتير الناس كلها هتعرف. عندنا من ده كتير. شيمون بيريز، الراجل اسمه شمعون. هم ما عندهمش عين في الاجانب فبيقولوا عليه شمعون، فاحنا قلناها شيمون زيهم. واسمه بيريز بالسين، هم قالوها هم الاس لما بتبقى في الاخر بيقولوها بريز فبقت بريز، فالراجل سموه شيمون بريز. عارفين بريز بالعبري يعني ايه؟ حنفيه. فهو اسمه بقى ايه عندنا؟ شيمون حنفيه. ومن غير مبرر شلنا العين، معرفش شلناها ليه. طب هم عندهم عين واحنا عندنا عين زيهم برضو. عندنا من ده كتير، مش مشكله. فهذا الحي اليهودي كان فيه فقراء اليهود اللي بياخدوا الحنوكا اللي هي الصدقه بتاعه العيد، فيجوا هنا. طب دول فقراء يسكنوا في حي لوحدهم ازاي؟ اجروا بثمن يعني زهيد جدا حاره من حارات المسلمين اللي هنا اسمها حاره الشرف، ومعروف الاسر اللي فيها دي حاره الدجاني، معروف انها فيها اسر مسلمه معروفه. اجروا منهم من جمله 650 بنايه في هذا الحي حي الشرف، خدوا منهم 105 بالإيجار وأطلقوا عليه حي اليهود، وبقت دي الحارة اليهود بتاعته. وخدوا بالكم اليهود ما يعرفوش يعيشوا ولا في حارة خاصة بيه، ما ينفعش. ما هم كانوا هنا في مصر في حارة اليهود برضه، وفي كل بلد هم فيها في حارة، وفي الغرب في الجيتو المقفور عليهم ما يعرفوش يعيشوا مع الناس. ليه؟ عندهم حاجات بلاوي. ده يوم السبت مش هيعرف يعصر ليمونة على الشاي يعني. طب وده يعيش ازاي في وسط الناس؟ طب انتوا تعرفوا ان هم ما ينفعش ياكل من اي ذبيحه؟ احنا عندنا اي عيل صغير بيجيب الذبيحه بسم الله الله اكبر ويذبح، هو ما ينفعش، لازم الحخام يبقى واقف على راس الذبيحه. طب احنا عندنا دلوقتي اوبن بوفيه وفي ما لذ وطاب من الاطعمه وفيها لحوم، ولا حاجه من دي حلال. ما فيش حخام كان واقف على دماغ الذبيحه وهي بتتعمل. ولذلك عندهم بيحلوا المشكله دي بايه؟ يجوا على المجزر كبير ويحطوا على راسه حخام واقف كده. ده ويعمل ايه؟ اهو واقف بيحلل الذبايح دي كلها. طب ما ينفعش نحط الجبنه على اللحمه لان دول اتنين احياء ما ينفعش يتحطوا مع بعض. طب ما هو كل الاكل اللي موجود ده معمول بسمنه ولحمه، ما ينفعش. ده عندهم ان السكينه اللي بتقطع اللحمه ما ينفعش يقطع بيها زبده، ما ينفعش، حرام، جهنم وبئس المصير برضه. طب ده يعيش ازاي مع الناس؟ عنده يوم في الاسبوع ما بيوقف حياته تماما، وعنده بقيه الاسبوع عايش فيها شاذ كده عن الناس. انتوا عارفين ان هم حتى بيشغلوا العرب الفلسطينيين اللي هناك بيشغلوهم ايه عندهم؟ بيشغلوهم بوابين. ليه؟ عشان يوم السبت يتكلوا على زرار الاسانسير وهو يدخل ويخش معاه. لما يفتح الباب يقوم عامل له البتاع الباب برضه زي له الباب، فاتح له الباب ويقوم مدخله، ناقص كمان عشان يفتح له باب الشقه؟ ما ينفعش، حرمه يوم السبت.